أهلا بكم. احتفل أعضاء عمل مريم الفوكولاري في الأردن بالذكرى السنوية العاشرة لرحيل مؤسستهم كيارا لوبيك، وذلك بقداس إلهي أقيم بهذه المناسبة في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بعمان. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ترأس سيادة المطران ويليام الشومالي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي الذي أقامه أعضاء عمل مريم الفوكولاري في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيل مؤسستهم كيارا لوبيك، بمشاركة المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والسفير الإيطالي لدى الأردن جيوفاني براوزي والأب أنطون هريمات راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والرهبات وجمع من المؤمنين. ربي رد الأهوال أقبلنا يضربنا وجد لنا كما خلاك يجود، ربي جلت يمناك لا تعرف القبض، فمن منك ربي لا يستزيد. وفي عظة القداس التي ألقاها المطران الشومالي تحدث فيها عن المحبة وكيف نعيش وصيتها التي أمر بها السيد المسيح، كما تحدث أيضا عن بدايات تأسيس حركة الفوكولاري مبينا أن الحركة أصبحت مدرسة للقداسة والكمال وأن مؤسستهم أعطت مثالا رائعا في تحمل الألم لدرجة البطولة. أعطت مثالاً رائعاً في تحمل الألم إلى درجة البطولة وحولت الألم إلى حب. هنالك أيضاً ضمن حركة الفوكولاري أربع مكرمين تسير دعوتهم نحو القداسة، و13 من خدام الله الذين هم أيضاً بلغوا المرحلة الأولى في ضرب القداسة المعلنة. أما كيارا لوبيك فهي من بين هؤلاء 13، هي خادمة الله وقضيتها هي لدعوة التطويب وإعلان القداسة، ونأمل أن يكون قريباً. إخوتي وأخواتي، نصلي اليوم لازدهار حركة الفوكولاري في العالم في الأردن، بحيث تنتشر قيم الوحدة والمحبة بيننا. آمين. وخلال القداس تحدث السيد بيير والسيدة جمبنا عن حياة مؤسستهم وعن عمل الفوكولاري في كل العالم، مقدمين شكرهم لجميع الذين شاركوهم هذا الاحتفال، مستذكرين حياة العطاء والتضحية لكيارا لوبيك. وبعد القداس انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة متبادلين السلام بهذه المناسبة ومتمنين للحركة مزيداً من النجاح والتألق. يشار أن عمل مريم حركة الفوكولاري قد تأسست في الحرب العالمية الثانية بهدف الوحدة وكمال المحبة، وفي الأردن تأسست الحركة عام 1992 كبيت للفتيات المكرسات، ثم تأسس عام 2002 بيت للشباب المكرسين، ويتعمق هؤلاء الأشخاص بهذه الروحانية من خلال تنشئة دورية لكل هذه الفئات العمرية.